التوفيق والنجاح لهذا المسار والانطلاق. نذهب شواهين في مقدمة الشوط من تعلن الحضور مع البداية لهجن الرياسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير للشواهين مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول والثاني المملوكات لهجن الرياسة وبقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث الشاهينية. تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير القتبي من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التضمير. رابع المراكز وصلت مشكورة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التضمير. وصلت هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع الانطلاق لهملولة. تنضم مشكورة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد آل خيلي من يتابع هذا الانطلاق. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري من يتابع هذا الانطلاق. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمة. أذعنا كاملا مكمل. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود على الصدارة، نعود على البداية والمقدمة في هذا الشوط والمركز الأول. شواهين، شواهين في مقدمة الشوط مع المركز الأول. من تسيطر في مقدمة الشوط بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق في المقدمة والبداية. المركز الثاني شواهين هنا لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير. القدوم من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير. علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من يتابع الانطلاق. الوصول من مشكورة لهجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. المركز الخامس مشكورة لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتابع هذا الانطلاق. وصلت هملولة انضمت في هذه اللحظات لهجن الرياسة بو سعيد الظافر بولي مايل من يرافق هملولة بعملية التضمير. القدوم والوصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير. سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. القدوم والوصول في هذه اللحظات يا سلام من تتقدم هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميثي المحترف يتولى عملية التضمير. هكذا النداء. نعود لشواهين لمقدمة الشوط وللمركز الأول للمسار الأول. شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير لشواهين لهجن الرياسة مع مقدمة الشوط. ما زالت معلنة هذا الحضور الممتاز والأداء هنا في هذا الشوط مع البداية والمقدمة مشكورة مع المركز الثاني لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتولى عملية التضمير. وصلت مشاهدين الكرام شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. ولكن مشكور لهجن الرياسة. وصلت مشاهدين الكرام مع المركز الرابع بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. وصول من شواهين لهجن الرياسة هنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي تنضم هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية التضمير. تنضم هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميثي المحترف يتابع الانطلاق. نعود حيث البداية إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام في المقدمة والبداية مع المركز الأول مسيطر شواهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق من يرافق هذا الشعار الكل
ولا خير. لا بعد كيلو اللي بيروح اللي بينطلق من المضمرين شواهين مع البداية لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. المركز الثاني مشكور لهجن الرئاسة. هنا البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يتابع الانطلاق. وصلت هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تنضم شواهين تنطلق مشكورة القادمة هملولة. الكل بدأ ينطلق من المضمرين ولكن نعود مع الرجس نعود مع الأداء الممتاز الإبداع. يا سلام التحدي المتعة والإثارة ما بين شواهين ومشكورة. مشكورة شواهين شواهين ومشكورة لمن مشاهدين الكرام من المضمرين الناموس. مشكورة وشواهين حوار ثنائي منافسة على المقدمة على ناموس هذا الشوط على الصدارة. مشكورة شواهين مع المركز الثاني. هنا المركز الثالث تقدم ممتاز من الشاهينية ولكن مشكورة صدرت الأوامر أعلن الأوامر المضمرين. بدأ الرقص يبدو بدأ الانطلاق بدأ الإبداع بدأ الناموس. هنا تتضح الروية بشعار هجن الرئاسة باختلاف الفطاحة للكبار المضمرين ما بين مشكورة وما بين الشواهين. البارع البرفيسور أيهم مشاهدي الكرام المنتصر في هذا الشوط؟ شواهين مشكورة مشكورة وشواهين شواهين شواهين ومشكورة مشكورة وشواهين. هنا مشاهدين الكرام المركز الثالث مشاهدينا الكرام مشكورة لهجن الرئاسة. رابع المراكز شواهين لهجن الرئاسة. ننتظر الإعادة من المخرج مشاهدينا الكرام العزيز أسامة الهواري من يوفينا بالإعادة لكل شوط وبالتوقيت الزمنية لكي تتضح الرؤية ونرى من هي نالت شرف الناموس هذا الشوط وأهدت المضمر لهجن الرئاسة. هاي أمامكم الإعادة شواهين مشاهدينا الكرام ومشكورة ولكن شواهين بالفعل 7 دقائق 34 ثانية 7 من الأجزاء واضحة بكل الوضوح يا البرفيسور أسعد الله مساك. المركز الثاني مشكورة لهجن الرئاسة 7 دقائق 34 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهني البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. أما المركز الثالث مشاهدين الكرام وصلت مشكورة 7 دقائق 36 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنية للبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس على كل حال لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا.